اللي بنى بعد بن كورع شيبسيسكاف. شيبسيسكاف ما بناش هرم، رجع للتقليد القديم ان هو بيبني ايه؟ مصطبه. مصطبه ذات درجتين، شايفينها؟ اهي اهي قدام قدامي بالظبط على محور الساعه 12، شايفينها؟ اهي هناك اهي. مقبره ذات مصطبتين، تمام؟ ادي عندي اهرامات سقاره الجنوبيه، كل اللي انتوا حضرتك شايفينه. اول هرم مكتمل في تاريخ العماره المصريه القديمه، اول هرم مكتمل. نفرو الهرم الاحمر. جنب منه انا مش شايفه قوي يعني. الهرم المنبعج او الهرم المنكسر، الهرم الوحيد اللي مازال محتفظ بالكساء الخارجي بنسبه 75%. تمام؟